اللي بكه اللي بكه يا حبيبي يا ناصر تستاهل تستاهل استاذ ابو سلطان خليك معي معليش انا اسف بغيت تطيح باقي جائزه ثانيه باقي جائزه ثانيه طيب شيء اخر لن اعلن عن عنوان الشيك او عنوان من سيكرم بالشيك ولكن ساعلن عن مبلغ الشيك بانه 30,000 ريال سيتجه الى رجل ابدع وتميز وتالق واحبوه الناس منتظم في الوقت محبوب لدى الجميع رجل مثابر مبدع متألق خلف الكواليس ينحب وعلى الشاشة ينحب جلساته هادئة حضوره مميز الجميع يحبه نقول له ألف مبروك يا البلبل ألف مبروك 30,000 ريال يا عندليب زاهر من هو معاذ الجماز يستاهل معاذ الجماز جائزة 30,000 ريال عندليب زاهر هذه جائزة مستحدثة لمن يستحق ألف مبروك يا معاذ أبعد عيني صورة تذكارية يستاهل معاذ يستاهل معاذ كلمتك وش تقول؟ والله يا خجلتوني وأبو نايف كفى ووفى أتمنى والله أن كنا خفيفين الظل في هذا البرنامج ونخطي ونصيب أتمنى أنه جميع الشباب المشاركين أصدقاء وإخوان وإعلاميين أو حتى في خلف الكواليس من ناحية الكنترول إن أخطأنا ولا قصرنا ولا قلنا كلمة بقصد أو بغير قصد اليوم مزاجي كويس بكرة مزاجي غير كويس معروف البرامج الواقعية كذا إن قصرت أو أخطيت على أحد فأنا أعتذر أشد الاعتذار وأمام العلن يعني وبيض الله وجيهكم وجمل الله حالكم على هذه الهدية شكرا جزيلا الله يعطيك العافية معاذ معليش أنا استغل وجودك أنا يا جماعة الرجل هذا حتى السناب نزلته عندي وقلت اليوم الشهر هذا يعني من المفترض أن يسمع ياسر الدوسري كثير بدر التركي كثير الله بلاني بهالرجل وسماع أناشيده ومولاته تبارك الله أحسن الخالقين فأنا اليوم خلال الوداع أبغى أسمع موال يعني أنشد قبل يومين 3 أيام يا من هواه وأعزه وأذلني مشاهداته في إحدى برامج سوشيال ميديا مليونية فالآن أبغى نفسها أو محاكاة لها أبغى معاذ يطلع فوق شو سمعنا مشكلة قلنا كل حاجة حنا لكن أطلع إحنا حاجة جوك يا برزيق جوك يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي سلام ومبتغاي لدنيا أطلع ومنقلبي فاغفر وسامح عبيدا سلام ما له عمل بالصالحات وقد أوى من الحوبي لكنه تائب مما جناه وقد أتاك معترفا يخشى من الغضب فإن عفوت ففضل منك يا صمد فإن عفوت ففضل منك يا صمد فجد علي يا إلهي فجد علي يا إلهي يا وأزل ربي يخرب بيتك يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله تلوموني تلوموني في حب الرجال ذا ومرجلته يا أبو عدعين أبو سلطان كلمة في الختام تبغى تقول